كذا. نسومة جه، انا جاية اهو. نسومة جه حبيب قلبه واخته، عمره عايز اقولكم ما تكون خلينا نلعبش لعبه انت. تعالى يا قلبي اقعد جنبي. ما تكون نلعب هيداء بوم بوم. تعالى اقعد جنبي يا نسومة. لا طب نلعب اوزباريتين. اوكي يلا نلعب اوزباريتين. يلا مثلا احنا قاعدين مش اوحشك؟ مدينا اوزباريتين يلا. حنانة تسألني. اسألي يا حنانة. بدي كده. فيريتي. حقيقة. تحبي مروان؟ نسيت راحت سلطة راحت بات ما مسولش. مسولش. إذا مشيتي شو أول شغلة بتعمليها؟ إلي مشيتي لا إلي مشيتي شكون أكثر واحد غادي توحشي هنا في الأكاديمي؟ أكيد 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 محمد سعد. حسين. مروان. سمته قبلي. رافائيل. نسيم ده قلبي قلب قلبي ده قلب قلبي. أوكي شو في أنا هلا على الهواء أنا بحبه نسيم ومروان ورافائيل وحنان طبعا بلاد بلدي تركتك اخر شيء يا ما هي اسمت رافائيل يعني حنان ورافائيل شخص واحد يلا نسيم سألني طبعا شو بدي اسألك بغار منك ايه اكيد هذا الشيء ما بس هو ليش فجأة يعني بعد هنشوف ما راح تروح نام تاني تكون جد كبير جدا بحسك انك هاي الجديه ما بتعجبك بنفسك يعني ليش كيف يعني بدي اوقف واحد ما بتحب تضلك جدي يعني بامور امور بتحب تفتح المواضيع بس بتحب تفتحها بهزار يعني سوري مثل ما عرف كيف تمام كيف تمام ما قلت لك لأي سبب وماما ماما بحكي لك ايش حكيت لي بحسك انك بتقول انا ليش اشتقت لك بس انت بتمرن كثير لك وبعد ما ولدت اختك وبعد ليش عنك انت يعني بعد جمعه يعني بكره بعد بكره تحمل انت صار اسمعوا الاسئله والاجوبه ولا لا انا بحكي قالت لي قالت لي كنت عم بسمع صريخ خذي رحيل وتروحوا على مصر اذا ما رح تلعبوا بعدين اتصلت بتكون اوقات يعني مو بس ثانية حنان ثانية فرح وين عملت هذا الشيء طب ثانية حنان فرح وين ايه انه هيك يعني كنت رايح قال له اوكي رافائيل ودينا رافائيل شو انا ودينا انه انت هتسالني ما قلتش الانينه هيك مثلا كف بس هيك ما قلتش هيك لا انت تسالني انت ما بتصدق انت حي طبعا يا خيالي تبت بقى تعمل شغل بقى توضح بتوقف هون توضح شو الحديث يا تفضلي ايه اكتر اغنية غنيتها هنا حسيتك ان عندك كيان يعني انك واقف على الستيج بنت السلطان بنت السلطان وبتقطع من جوايا يلا يا مصريين يلا صوتوا لرافائيل خلينا نروح يلا انا هسال حنان ليه قلتي لي النهارده انك زعلانه من نفسك عشان في يوم من الايام صح خلاص يا حبيبي خلاص يا بابا حيت احرق في كله قلت لك انا بخفي الحال حيت ما عرفتكش كيفاش انت يا حتى الاخر عاد عرفتك شكون انت يا حنان شو حكي حتى الاخر عاد لبناني بيفهم غير حياتي قولي المغربي وبعد كده قولي مصر ما كاين لي شي حاجه من انا شو تفهم انا من الاشخاص اللي كنت عامل مع كل شيء مزيان اوكي ولكن بتتخ انا كنت شايفه ناس كي ما كيعاملونيش مزيان حتى الاخر عاد عرفت بان اللي مزيان وانا تنخر خليني انت تنخر ومش عارف اقول عليك زعما انت شفتك متاخر طال خبر انا امبارح حكي فهمتي؟ يلا حنان انا كنهضر بلغتي ترجمي بقى يا حنان بالمصري يعني انا قلت لك بخفي الحال حيت ما عرفتكش انت يا لا كيفاش انت ترجمه مغربيه ما عرفتكش انا ما عرفتكيش انت
على حقيقتك. طيب دلوقتي بنت حقيقتك. يلا خلص مش الحال. انا انت يعني على فكره يعني قليل الذوق جدا انت. فعلنا فعلنا يعني زو. بتحب الخير لكل الناس. كل الخير بتنسى ساعات مع الترجمه. انت بتحب الخير لكل الناس وتلخ وتلح وتلع وتلاع شويه حنان. حنان تسالني يلا دخيل اجريك بلا ترجمه دخلي فوقي بالموضوع. مروان ام جاي من هونيك. انا قلت هلا بدها تشبقنا فاتت بترند العالم هون بنطلت ورا لحنان فاتت ترند الكون. اوكي جايز اوكي تقدر لا والله بس كفايه او لا انه تقدر ما تقدر حتى اني اوصل بده يكون بدي اشتغل شوي على كاريزما يعني working on my charisma بدي وقف قدام المرايه عن جد وارقص عن جد يلا ما جاوبت من اقوال بيقول لك هو لازم نقص حاجات ما هربت لا بس ما بعرف حدا بيعرف شيء بتحس او ما بحس رافائيل اسالني لا شو اسالني شو بدك الحقيقه لا بتحسي نفسك فاينل بتحسي حالك فاينل فاينل في بيتنا كيف مهضومه ايوه انا عامل نفسي لقب يا حبيبي في البيت شو بقى اقفل على المواعين اغسل المواعين واخذ لقب على المواعين يا انت اذا بدك تغيري بحالك شغله وحده شو بتغيريها بصراحه مناخيري لا اغير حاجه لا اغير حاجه مهمه جدا في نفسي لا شو هي ان انا ما كنتش بعرف امثل هعرف امثل ليك شو بدك تحكي عالم شو بدك تحكي يلا شو بدك بالحكي اف عشان التمثيل كسب ناس كتير حاجات كتيره وانا شو تغير بحياتك هلا شو برايك تغير بحياتك بس طلعت بس تخلص تركني توقعات غير انت شو شايف برا هلا انت من هون شو تغير بحياتك بس تطلع برايك بس تطلع من ستار اكاديمي كلنا تغير شيء بس انت شو اللي هيك لكن انت انا ستار اكاديمي كنت يعني كنت ماشي على مهله كنت ناوي امشي على مهله يعني كنت ناوي ادرس عروا تخلص تا كذا هلا صار في هلا صار 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 صوتي يعني صار صوتي هو الاساس يعني صار هو اساس شغله يعني اذا انا ما اشتغلت على صوتي انا ماشي اذا انا ما بدي من هلا اجتهد لكمل بعدين الاقي شيء انا انسان يعني انا بعت حالي ماشي